معنا من أمام ويست مينستر في لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف نطلع منك أكثر على تفاصيل ما جاء في كلمة الملك تشارلز الثالث وأيضا أين أصبح وهو في طريقه إلى اسكتلندا. غادر بالفعل الملك قاعدة نورث هولت العسكرية هنا في لندن في طريقه إلى اسكتلندا، وجدوله مشحون للغاية، حيث سيشارك أولا في صلاة على روح والدته في قلعة هوليرود في قلب إدنبرا عاصمة اسكتلندا، ثم سيقود الموكب الذي سيتابع نقل جثمانها من قلعة هوليرود إلى كنيسة كاتدرائية سان جيلز في إدنبرا. أيضا سيسير الملك وزوجته على الأقدام، يتقدمون باقي أفراد العائلة الملكة، والتوقعات تشير إلى أن الشقيقين هاري وويليام سيكونان حاضرين كليهما في هذا الموكب، مما يعني أنهما سيلتقيان مرة أخرى بعد المشاكل الكثيرة التي ترددت بينهما. في المساء سيحضر الملك أيضا سيحضر الملك أيضا صلاة أخرى على روح والدته في كاتدرائية سان جيلز، تجمع فقط أفراد العائلة الملكة، وبعدها سيسمح للاسكتلنديين بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش الملكة الذي سيبقى هناك لمدة 24 ساعة قبل أن ينقل صباح الغد إلى لندن إلى قاعدة نورث هولت العسكرية أيضا، ثم إلى قصر باكنغهام الملكي حيث سيبقى هناك في غرفة العرش لبضع ساعات، ثم سينقل أخيرا إلى هنا إلى ويستمينستر هول، قاعة ويستمينستر في قلب البرلمان البريطاني، لكي يتمكن البريطانيون وعلى مدى 4 أيام كاملة من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة. هذه ربما تكون الفترة الأكثر صعوبة بالنسبة للبريطانيين وبالنسبة لأجهزة الشرطة والهيئات المختلفة العاملة في لندن، لأن الأعداد يتوقع أن تقدر ربما بالملايين أو بمئات الألاف على أقل تقدير. الشرطة أصدرت بيانات حذرت فيها الراغبين في رؤية النعش من أنهم قد يضطرون للانتظار في الصفوف لـ12 ساعة كاملة، رغم أن الأبواب ستكون مفتوحة على مدى 23 ساعة في اليوم، كما حذرتهم أيضا من توقع إجراءات تفتيش طويلة ومعقدة، وأيضا ألا يحملوا الكثير من المتاع أو الأطعمة والمشروبات معهم، كما أنه لن يسمح بالتصوير في قاعة النعش. كل ذلك تمهيدا لنقل النعش إلى كنيسة ويستمينستر آبي، حيث ستقام مراسم الجنازة والتشييع قبل أن ينقل أخيرا إلى قلعة وينسور في على بعد 40 كيلومترا من لندن، حيث ستدفن الملكة إلى جوار أبيها وأبيها الملك جورج السادس وأمها وزوجها الأمير فيليب الذي رحل عنا في إبريل من العام الماضي. شكرا جزيلا لك مراسلنا أشرف سعد من أمام ويستمينستر في لندن. شكرا جزيلا.